أدانت منظمات حقوقية وشخصيات سياسية وناشطون قنص ميليشيا الحوثي لطفلة في محافظة تعز. فقد أدانت منظمة سام للحقوق والحريات قنص ميليشيا الحوثي الطفلة رويدة صالح القهري 10 سنوات برصاص قناص حوثي في مدينة تعز. وقالت سام في بيان لها إن ميليشيا الحوثي المتمركزة مقابل محطة الجهيم في تلة الذهب قرب مقر الأمن المركزي هي التي قنصت الطفلة رويدة في جولة سبا وسط المدينة وهي ذاهبة لإحضار الماء لأسرتها. واعتبرت المنظمة قنص رويدة يشكل جريمة إعدام مقصودة لبراءة الطفولة في اليمن كافة، وترسل رسائل تكشف حجم القسوة التي تواجهها الطفولة في اليمن في زمن الحرب. فيما أدان المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة تعز استهداف قناص تابع لميليشيا الحوثية طفلة في محافظة تعز في حي الروضة أثناء ذهابها لجلب الماء لأسرتها. وقال بيان صادر عن المجلس التنسيقي إن هذه الجرائم البشعة واستمرار لمسلسل الجرائم التي ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين في مدينة تعز. واستغرب المجلس الصمت الدولي والإنساني للأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان إزاء هذه الجرائم الدامية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي في محافظة تعز، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأطفال والمدنيين، مؤكدا أن هذه الجماعة لن تفلت من العقاب. وزير الإعلام معمر الإرياني علق على قنص الطفلة من قبل ميليشيا الحوثي قائلا: مشهد مؤلم لأحد الأطفال وهو يزحف على الإسفلت لإنقاذ شقيقته الطفلة رويدة، ويسحب جسدها المضرج بالدماء بعد إصابتها برصاص قناص حوثي أثناء جلبها الماء لأسرتها. وأضاف الإرياني: هذا المشهد يحكي وحشية وإجرام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وتفاصيل حياة عشرات الآلاف من أطفال ونساء مدينة تعز والموت الذي يتربص بهم. من جهته يقول الناشط الحقوقي محمد الأحمدي: الطفلة رويدة كانت في طريقها لجلب الماء بأحد أحياء تعز عندما ترصدها قناص حوثي لئيم عديم الضمير متجرد من قيم الرحمة والإنسانية، فأطلق عليها رصاصته الغادرة سقطت هكذا مضرجة بالدماء ومنع وصول أحد لإنقاذها. وأضاف في تغريدة عبر تويتر أن رويدة تجسد حال اليمن والقناص الحوثي هو الإمامة بكل توحشها ونذالتها وفق تعبيره. أما الناشط الإعلامي سيف الصهباني فكتب عبر تويتر قائلا: حتى الأطفال في تعز لم يسلموا من جرائم قناصة المجرم عبد الملك الحوثي. وتابع الصهباني: طفلة بريئة تدعى رويدة ذهبت لجلب الماء إلى منزلها فكان القناص لها بالمرصاد، مشيرا إلى أنها الآن بين الحياة والموت في أحد مستشفيات تعز، دعواتكم لها بالشفاء. فيما قال الناشط عبد الرحمن الحمراني عن قنص الطفلة رويدة صالح برصاص قناص حوثي في حي الروضة: أتدرون ما ذنبها؟ إنها من هذه المدينة التي كسرت صنمية الحوثي وأوقفت تمدده، وتقاوم بصمودها بالعقيدة الجمعية التي تستوطن أبنائها كلهم وهي الجمهورية، وأشار إلى أنها وهي تدفع الضريبة بالدم حتى ولو على قنينة ماء تجتلبها طفلة.